بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية، لكن خلونا قبل ما نبدأ أخبارنا العالمية ناخد دلوقتي هاتفيا لاعب نادي الزمالك أحمد محمود. يا أحمد صباح الفل ومنور قناة ناديك. صباح النور يا حبيبي، مبسوط ان انا معاك. حبيبي يا أحمد، وفي البداية عايز أحييك على أدائك في ماتش النصر اللي فات. أنا عارف إن أنت عندك أكتر من كده بكتير، عملت موسم بصراحة كان كبير وكان مميز مع نادي الجونة، لكن يا أحمد في البداية يعني، وأنا عارف اللي أنت هتقول الكلام ده، اللي اللاعب مع نادي الزمالك واللي أنت تلبس تيشيرت نادي الزمالك مع احترام لأي فريق تاني غير أي حاجة. أكيد طبعا زي ما أنت بتقول نادي الزمالك غير، بس الماتش اللي فات الحمد لله كان ماتش كويس للعيبة كلها، اللعيبة اللي ما بتلعبش صحيح. عشان تقدر تبقى موجودة في الريتم بتاع الماتشات، بس برضه لازم جمهور الزمالك لو في لعيب مثلا قصر في حاجة يعذره، لأن الماتش اللي فات تقريبا اللعيبة اللي بتلعب مع بعض دي ما تلعبش مع بعض بقالها كتير، صحيح صحيح، كل ده بيفرق يا أحمد. أه بالظبط. فكل الناس كانت بتحاول على قد ما تقدر، بس زي ما انت بتقول يعني زمانك طبعا غير، يعني تشتت او غير بس انت مش بالنسبه لك يعني انت كاحمد او كلعيبه اتفاجئت شويه بالضغط الجماهيري واللي المباراه كانت واخده يعني طابع رسمي اكتر من انها مباراه وديه. لا احنا كنا عارفين ان الاستاد هيبقى متقفل من اول يوم، يعني نادي النصر عارفين ان نادي النصر فرقة كويسة واخدة الدوري السنة اللي فاتت، وإن هما هينزلوا مش هيبقوا واخدين ماتش اعتزال للعيب، هيبقوا عايزين يكسبوا أكيد، فاحنا كنا عارفين إن الماتش هيبقى بالأجواء دي. انت بالنسبه لك نادي الزمالك كلنا فاكرين السنه اللي فاتت كان عايز يقطع عارضك ونادي الجونه رفض، فده كان يعني واضح ان نادي الزمالك شايف ان انت لعيب كبير، وكان كمان مستر جوميز يا احمد كان متمسك بيك بشكل كبير جدا الفتره اللي هي كانت في الموسم اللي فات. والله الحمد لله السنة اللي فاتت كنت حابب إن أنا أطلع عشان أوري نفسي للناس وللجمهور والمجد الظاهر، الحمد صحيح. لله قدرت في 8 ماتشات الناس كلها تشوفني، إن هما يتفرجوا عليا قدام فرقة وأنا بلعب قدام الأهلي، الناس عرفتني من الماتشات دي الحمد لله يعني. ومستر جوميز يعني من الناس المحترمة يعني اللي بتتكلم كويس مع اللعيبة، بتتعامل نفسيا مع اللعيبة، فخليك تبدأ أكتر ما عندك يعني. علاقتك ايه بقى بعمر جابر؟ طبعا عمر جابر يعني كابتنك وواحد من كباتن الفرقه، اكيد دايما يا احمد بيتكلم معاك، وانا عارف عمر يعني شخصيه جميله وشخصيه مهذبه، ودايما اكيد بيديك نصايح في حتى لو انت بتلعب في نفس مركزه يعني. والله زي ما انت قلت كابتن عمر من الشخصيات الجميلة يعني بره الملعب، قبل ما تكون جوه الملعب بالظبط. هو ما بيتكلمش انا معاه بصفة شخصية، بس هو بيتكلم مع الفئة كلها، انا في اي حاجة بيتكلم مع الفئة كلها مش بيتكلم مع حد معين، هو ما بيبخلش اكيد على اي لعيب من اللعيبة دي بأي نصيحة او اي حاجة طبعا، طب هو يعني من الناس اللعيبة الكبيرة ان شاء الله، عامل موسم فات موسم يعني يمكن كان هو احسن باك رايت مصر السنة اللي فاتت، طب والسنة دي لسه مكمل، فهو من الناس اللي بتستاهل. طب قول لي بقى مستر جوميز يعني ايه اول حاجه قالها لك بعد المباراه اللي فاتت؟ لا احنا خلصنا الماتش ما اتكلمش مع حد من اللعيبه، خلصنا خدنا نفسنا ورجعنا تاني على طول مصر، ما بس اتكلمش مع حد. اثناء المباراه حتى برضو كان دايما بيديك تعليمات في كواجباتك بقى في التمركز في تحركاتك في الملعب. بيتكلم في الحاجات اللي هي الفنية العادية، صحيح. عايز مثلا نشتغل في التحالف على طول، مثلا أهاجم مثلا في حاجة معينة ممكن أشتغلها، طيب كل الكلام. بصفة أحمد محمود بقى يعني ابن من أبناء النادي ومن قطاع الناشئين في النادي ومتربي في النادي، أنت يا أحمد شايف إزاي المجموعة اللي موجودة الصغيرة زي يعني مجدي رفاعي، الناس أكيد اللي أنت يعني تعتبر أنت لعبت معاهم، وكمان أبو المعاطي، شايف إن هما إزاي ممكن يفيدوا الفرقة الفترة الجاية؟ والله نادي الزمالك يعني السنين اللي فاتت كان بيعاني من مشاكل مادية وإيقاف قيد وكل الكلام ده، فطبيعي هيبص على قطاع الناشئين. قطاع الناشئين عندنا فيه لعيبة كتير كويسة كتير يعني، فاللعيبة اللي موجودة دي لعيبة كويسة تقدر إنها تبقى موجودة بديل لأي حد موجود طيب عادي جدا مفيش أي حاجة. طب انت عارف ان جمهور الزمالك دايما مرتبط باي لعيب ليه علاقه بالزمالك، جمهور الزمالك كان متابعك الفتره اللي فاتت والسنه اللي فاتت مع نادي الجونه، وكان دايما بيشيد بيك سواء
على مواقع التواصل الاجتماعي او حتى في اي منصه اعلاميه زيك زي حسام اشرف، وده اكيد بفضل ادائك ومجهودك يا احمد الكبير بصراحه اللي انت قدمته مع نادي الجونه يعني السنه اللي فاتت. ويمكن انا حتى بشكل شخصي قلت لك ان شاء الله هتيجي الفرصه، وانا عارف ان انت يعني انت لعيب كبير، لو جات لك الفرصه ومسكت فيها خلاص انت بالنسبه لك الموضوع منتهي. لكن طبعا انت زيك زي اي حد محتاج مباراه واتنين، وبرضه هرجع واقول لك ان اللعب مع نادي الزمالك غير اي فريق تاني. بالظبط، يعني انا دي حاجه تبسطني من نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بالاخص، يعني ان هو يهتف باسمي في استاد او يتكلم عليا او يطلع يتكلم عليا كويس، دي حاجه طبعا ده شرف ليا واحساس طبعا جميل بالنسبه لي. اكيد انا بقول لهم يعني ان هم ما يبطلوش دعم للعيبه، وهم يعني متعودين منهم على الحاجات دي والدعم المتواصل يعني. طيب اخيرا بقى قول لي طموحاتك مع الفريق ونفسك تحقق ايه السنه دي مع نادي الزمالك؟ والله انا نفسي احقق كل حاجه مع نادي الزمالك، بس ان شاء الله يعني ابقى موجود بشكل اساسي الاول مع الفرقه. بالظبط، وهحقق ان شاء الله الدوري السنه دي، وان شاء الله نلعب السنه في افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا احمد دايما كده يعني اكلمك ابارك لك على ادائك، وان شاء الله تكون دي البدايه بالنسبه لك، وان شاء الله باذن الله كلنا مستنيين منك وكلنا متوسمين منك كتير قوي الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله تكون على قدر المسؤوليه يا احمد مع نادي الزمالك. يعني طبعا كابتن احمد محمود نجم نادي الزمالك واللعيب الصاعد بقوه ان شاء الله في تشكيله نادي الزمالك، يبقى ليه دور كبير الفتره الجايه. اكيد بشكرك شكرا جزيلا.